شو بدي احكي على الخوان العرب اللي عم يتفرجوا علينا وبدهم يبعثوا لنا صواريخ لحتى ياخذوا اذن من امريكا ومن اسرائيل؟ العالم قاعد بالشوارع بالبيوت، بيوت هذيك شو صار فيها؟ تنزل البيوت عليها؟ وين العرب وين المسلمين هدول اللي عم يتامروا علينا؟ قول لهم الخواني وين النخو وين السوار اللي عم يقولوا جايين لك يا حمص؟ وينهم؟ يفرجونا خلنا يا اخي نحن بنحميهم نحن بنحمي لهم ظهره. تنق عليها ما حسينا لها صار بالنزيه. فتنا ما لحقنا نفوت ما شو صار لي ما حسيت حالي ما بعرف. الحمد لله رب العالمين ما في شيء نظرة صغيرة الحمد لله.